الموضوع ما نحبش الحقيقه سنكتشف باش نسمعوا سؤال واحد من الاولاد. يلا هات نبداو لي عنا الاول. شوف هنا الكرامه كان من الاطراف اللي قادت حمله وينو البترول وينو الملح. اليوم البترول مسكر وباش نلقاوه يلزم نحلوا الفانا. اش عملتوا انتوما باش تتدخلوا باش تلقاو حل لهذه المعضله؟ سيف الدين مخلوف انا مش في الحكم، انا في المعارضه. يسال ذوكم قدمنا مشروع نتاع حكم، قلت له جاوبته عليه 40 مره، لكن بحكم اللي هو ما جايكم للمجلس هو بالنسبه لي انا خصم ايديولوجي. جايكم للمجلس اسمعني اسمعني مليح، وقفنا معاهم وصحنا لهم عريضه والدنيا، وقلنا لهم نكونوا في الحكومه يكون اول ملف، ولليوم الغدوه نضربوا عليه ملف الكامور. اما احنا ما عندناش ادوات الدوله، وجاوبتوا عليه سفيان بن حميده، لكن مش يمارس في الصحافه، يمارس في الايديولوجيا. اوكي، طبعا ما زلنا نجاوبوا. نسمو سؤال شكيب درويش.